السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ام روان جوج. قناتكم ان بفضل ديالكم قناه كتكبر شويه بشويه وكتزيد لقدام بتشجيعاتكم، بلي بارطاج، بلي لايك لي فيديو، بالتعاليق الايجابيه، تعاليق محفزه ليا باش نزيد اي حاجه كنعرفها نعطيها اكثر ونعطي اكثر واكثر. كنشكركم بزاف على تشجيعكم ودعمكم للقناه، وكنشكر اي واحد انضم لنا القناة كذلك وزاد كبرها. قبل ما نبدا الاقتراح ديالي، كنتمنى هاد الاقتراحين الاعجاب ديالكم وتبارطاجوه كالعادة ودعموا الفيديو بلي لايك بزاف بزاف ديال لي لايك. اليوم المهم نكثرش عليكم الهضره. الاقتراح ديالنا ديال اليوم هما حريشات صغار في الفران، حريشات بحال الغريبه هما ديال الفران، كيجيو لذات بزاف، ولكن اللي نزدت عليهم واحد الاضافه جد بسيطه، كتزيدهم مذاق اكثر اكثر وكيجيو بنان اكثر بهذه الاضافه. تبعوا معايا الفيديو غتشوفوا الاضافه اللي زدت وغتشوفوا حتى الطريقه، راه جد بسيطه بزاف، ما فيها والو، حتى المقادير هكاك انتما كتلاحظوا. عندي جوج بيضات، عندي كاس ديال ياغورت وجوج خمارات، واحد لافاني، كاس ديال كوك، نص كاس ديال سنيده، كاس الا ربع ديال الزيت، جوج كيسان ديال السميده. غادي نبداو بسم الله. اول حاجه غادي نديروها هي البيض، غادي نضربوه هو سنيده. درت البيض ودرت نص كاس ديال سنيده، نعاود لكم مقادير وحنا خدامين. درت نص كاس ديال سنيده وغنضيف عليه ساشيه ديال لافاني، صاشيه لافاني، وغادي نضيف قبيصه الملحه. كي كنقول لكم ديما ضروريه منها المليحه في اي حاجه بغينا نديروها، سواء حلوه، كيك، حرشه، على بد من شويه ديال الملحه، واخا ما كنحطهاش مع المقادير لكنها ضروريه منها. صافي غنخلطوهم مزيان حتى كتذوب سنيده، وكنضيفوا الزيت وحنايا دائما مع الخلاط حنا كنخلطو، وغنضيفو الياغورت. انا عندي هنا ياغورت فاني، ممكن ياغورت طبيعي، المهم اللي متواجد عندكم، لان اصلا الحرشه الخليط ما فيهش سنيده بزاف. اي ياغورت عندكم استعملتوه، ماشي ضروري يكون مسوس. زدت دابا ياغورت، صافي غنخلط وغنضيف الكوك ونكمل المقادير الاخرى كلها. قلت لكم ما فيهاش سنيده بزاف، نص كاس، واخا زدتو دانون كيف ما كان النكهه ديالو، ما عندكمناش تخافوا. غنضيف الكوك، كاس ديال الكوك، نخلي حتى حبه في الكاس. صافي نخلط، وهنا غنضيف السميده ونضيف الخمارات. غنضيف السميدة، غنضيف كاس ونص، هني نزيد نص كاس لاخر. المهم غنضيف شوية بشوية، هاهو كاس، وندير نص كاس ونخلط، هني نكمل الكمية اللي عندي. كيعجبو الكوك وبغا يضيف دابا كمل نص كاس لاخر، يدير كاس ونص الكوك، يزيدو بحال بحال، ما كاين حتى اختلاف، ما كيبغيش يكون السميده كثيره عنده هكا في الحرشه. غنضيف نص كاس اخر ديال السميده، صافي، وغادي نخلط نكمل الخليط ديالي. انتم غتلاحظوا بان الخليط باقي جاري، باقي العجينه مطلوقه، ولكن ما خفتو فيها والو. غادي نخليوها ترتاح، وضروري انها ترتاح، نخليوها ربع ساعه، 15 دقيقه، حنا نغطيوها المغرب ما نمشي غطا وصافي، ونخليوها ترتاح واحد 15 دقيقه حتى كتشرب وتسهل علينا اننا نشكلوها. دابا غادي نضيف خميره، ندوزها في الصفايه، انا كي كيبان لكم الجو بارد، هي شتا كي ولات كاع كويرات صغار، ندوزها في الصفايه باش تجي ساهله لينا في دغيا تدخل لينا في الخليط.
الناس تبارك الله اللي عارفين هادشي كيجيهم شي حاجه اللي بسيطه، ولكن كاينين بنات اللي اول مره كيدخل الكوزينه، كاينين اللي اول مره كتبغي تصاوب شي حاجه، بحال هاد النصائح هي بسيطه ولكن غتعاونهم ان شاء الله. صافي غادي نخلط هاد الخميره مع كلشي، ونخلي الحريش هاد الخليط ديال الحرشه ديالي يرتاح، قلت لكم ربع ساعه 15 دقيقه حتى كيتشرب، ويمكن سهل علينا ان نشكلوه، لان ضروري سواء حرشه الفران ولا تاعت المقله، حرشه ضروريه من ضروري ليها انها ترتاح لين نكملوا ليها الخدمه. هاي بعد ما ارتاحت انتما شفتوا كيتشربات، دابا صافي دابا يمكن لينا نديروها كويرات، يمكن فيما بغينا نخدمو بها. الاضافه اللي قلت لكم هي دوك اللي اولا بعدا هذا فاش غادي نفند هاد الحريشات، هنا شويه الكوك وشويه ديال السميده. الاضافه اللي قلت لكم هما هادو لي بيبيت الشوكولا، هما اللي غادي نديرو في هاد الحريشات لداخل، هما اللي كيزيدوهم اللذة وكيجيو بهم بنان بزاف. ملي كيدوب هذاك الشوكولاط كتدخلي الفران وكيدوب كيعطي المذاق ديالو في وسط الحرشة، كتاكليها كيجي لك دي تبدل المذاق ديالها. هي كتجيب اللي ما كيفضلهمش زعما ما عجبوه ما كيعجبوش الشوكولاط يديروه مع العاديين، راه كيجيو زيت تجي زوينه. هنا الاضافه الشوكولاط كتزيدها اللذة بزاف. لي انا بحالي انا بناتي ما كاينش كياكلوها ليا عاديه، تنهضت هاد الشوكولاط اللي ولا كياكلوها، خاصة هادي تاع الفران الا درت فيها الشوكولاط هكا اللي كتكال. صافي غادي نكور هكا وندير الشوكولاط الوسط ونجمع العجينة، ونجمع عليهم العجينة ونفندها في الكوكو السميدة دايره في الطبسيل. داك الكوكو السميدة كديرو تقريبا بحال بحال جوج معاك، جوج معاك الكوكو جوج قياس واحد، ممكن نفند بهذه الطريقه. ونحط الطوال اذا طوال الفرش ليها ورق الطبخ، ممكن نحطهم كذلك. الكويرات كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، ممكن ديروا الحجم كبر من هكا، انا درتهم هاك الحجم المتوسط، وكل واحد على حسب اش كيفضل. الا بغيتو ديرهم كبر ديروهم هكا بهذه الطريقه. صافي كنبقى حتى كنكمل الخليط ديالي كله بهذه الطريقه، كندير الشوكولاته الوسط ونجمع ونفند ونحط في الطاوله حتى كنكمل الخليط كله. هي الحاجه وحده اللي ضروريه حتى هي ان في الطاوله تبعدوهم، تحطوا ديك الغريبات مبعدين بيناتهم، لان في الفران باقي كتسرح الحرشه وباش ما تلاقاش خص نبعدوهم بهاد الطريقه. نتوما كتلاحظوا شتو وحده بعيده على الاخرى، كنديروا في الفران سخون 180 درجه تقريبا حتى 200، كنصبقوهم من الفوق هو الاول، كنديروهم في الفوق حتى كيطرطقوا كيتشققوا، اللي كنزلو لتحت بحال اللي كيبنا نطيبوا الغريبه، اللي كنزلو من تحت يكملوا الطياب. صافي ملي وجدوا غادي نرجعوا نقدموهم ان شاء الله. ها هما حريشتنا بعد ما طابوا، ها هما قدمتهم على هذا الشكل. كتلاحظوا تيجي واحد الحريشات اللي نتوما مشققين ورائعين وبنان، داك الشوكولات كيبان لكم راه داب، كيزيدهم اللذة في المذاق ديالهم، كيولي يختلف ولذيذ. كنتمنى الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم، وكالعادة دعموا لا فيديو بلي لايك، نقول عليكم مرة أخرى فضلا وليس أمرا، كنطلب منكم أنكم تدعموا الفيديو بلي لايك ولي بارتاج، وشكرا لكم مرة أخرى، ألف شكر بزاف، نشكركم بزاف، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.